أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الإحصاءات الخاصة بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل أظهرت زيادة نسبة المقترحات الواردة لها عبر تواصل بواقع 75% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020. وأكدت الهيئة حرصها على الاستفادة من أفكار ومبادرات الأفراد ومقترحاتهم البناءة والوقوف على احتياجاتهم، مشيرة إلى تنفيذ عدد من المقترحات المتعلقة بخدمات بطاقة الهوية والخدمات المرورية، إضافة إلى مقترحات ذات صلة بتطبيق مجتمع واعي.